شايفين الجمال؟ انا طلعتها من الفرن عشان اعرف ان هي استوت ولا لا. نجيب الشوكه ونحطها كده، طلعت بسهوله. اي اي انا سبتها يجي نص ساعه، ريحتها تجنن، ريحتها جميله جدا جدا جدا. يا رب تعجبك، بجد متاكده ان هي هتعجبك. يعني انا صراحه جعت جعت جعت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في مطبخ جيجي. حلقتنا النهاردة في الفيديو إن شاء الله هنعمل صينية سمك مكريل. أنا جايب هنا 4 سمكات مكريل، غسلاها ونضفاها زي ما انتوا شايفين كده، وده خضرة نواع شبت وكزبرة وكرفس، طماطم مقطعة، ليمون متقطع حتة صغيرة، ده فلفل رومي على فلفل حامي، وده التوم، ليمون، الخل، كمون، كزبرة، ملح، قرفة، فلفل اسود. يلا بينا بقى نعمل بقى التهدئة بتاعتها، الخلطة بتاعتها. حط الثوم والفلفل الطماطم والليمون، عشان اسوي يومين التوابل. قلناها نحط حبة خل الأول، خلي يلف معايا، وعصير الليمون شوية كده منه، التوابل بقى كلها مع بعض، طبعا افرمه وارجع لكم تاني. الخضرة بعد ما لفتها شوية بحط الخضرة، بقيت عصير الليمون وشوية خل كمان، طبعا انا بعمل بزياده يعني عشان اشيل في الفريزر، بالشكل ده. انا شغلت الفرن،
هانتي. انا مشغله الفرن بس خليها يسخن. واقفلها على كده اهي اهي. انا دي نضيفه وزي الفل. اشيل السلسلة براحة. كل حاجة اهو تمام. تمام كده. دي بقى الصينية دي الفرشة بتاعتها. بطاطس، فلفل، طماطم، بصل، جزر، بقطعها كله حتت يعني ايه رقيقة، ما عدا البطاطس مكعبات تخينة شوية. هاخد شوية من الخلطة دي كده. بتزيد صغيرين كده. شوية خضرة كمان. بقلب بقى كل مرة. انا ايديا نضيفة وزي الفل والله كسلها كذا مرة. اهي بالشكل ده كده. امسك سمكية سمكية اهي فريتها كده اهو. Thank you.
حطيت صلصه كده، معلقتين صلصه هنا، وعليهم شويه ميه، واخد حبه من اللي انا الخلطه اللي انا عملتها دي كده، وبقلبها تمام، شويه زيت بقلبهم مع بعض. بس كده بالراحة كده. شيل نقول كده شرائح انا كنت حطها اهي كده، حطها بقى في الفرن وارد عليكم ان شاء الله لما تستوي، هوريكم جمالها.